اطلع. الله يفيك علي، بس ما مدانا اكمل. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد من روكت ليج. اعتذر على الانقطاع اللي صارت بالقناة، لكن كان سبب اختبارات وواجبات اشياء الجامعة كذا، وكذا كنت ابث، فكان البث ياخذ من وقتي، واعتذر على هذا الشيء صراحة، لاني قلت برجع وما رجعت الرجعة الطورية اللي كنت يعني مخطط لها. لكن باذن الله الاسابيع الجاية عندي اختبارات، لكن بحاول انزل قد ما اقدر، مثل ما قلنا لكم، احد، ثلاثاء، اربعاء، خميس، جمعة، خمس مقاطع في الاسبوع باذن الله، راح يكون تقريبا اغلبها تنويع يعني. فبس هذا كان عندي، وان شاء الله تستمتعوا بالمقطع، لا تنسوا اللايك. وهذا المقطع راح يكون كله فيسكام ما عدا البدايه اللي شفتوها، ان شاء الله تستمتعوا بالمقطع. علموني اذا يهمكم فيسكام ولا ما يهمكم بالنسبه لروكت ليج، اكتبوا لي رايكم عن الفيسكام ما فيسكام، هل يهمكم او لا تحت في الكومنتات. بس خليكم على المقطع. نطلع، كنت انا ناوي ادفها زياده بس خلص البوس. عندك شاشة ايزي. ما شاء الله ما شاء الله عليك، الله العظيم قهر. الله لا يضرك. لك 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 سوما ما يقص. حتى هو ما معه، هلا توه ماخذ قدامهم. انا نيد مرة نيد قدمت اهم شيء. صح عليك شوشو، لا تقول صح عليك. وحش عندك كم؟ بيت الف بوز قطع والله. الكلاتش هو شيل صح. سوري يسار اكس عليه هيك بس. انت مثل مر هدف عبالي ورا، والله اني عبالي. تد راح اطقه. وحش لا وحش. اوكي حلو حلو نسجلها. بحاول يمين، بحاول نضبط لك تضبيط. ساري والله ساري. والله يا شباب الأمة فجر أمها ليك هذه عيال. وحش نايسان. آه. خلها أبو صالح. هذا جبريت جات العوض. وحش حلوة. أليكس ما سجلت. والله من بكور ولقم بالكور. ياه بلكته والله. وسخ ذا اللي ضدنا. ايه حسك سدنا اشوى. تك تك تك. اه والله اللي ضدنا قبلني. لك يا الف. وحش. هذا. نايس. ايوه تسيب عطا. اوتش بوي. الله. جريت باس نسيت. والله البنج ما ادري سيرفر بنج 120 ما اقول لك لا، اسال الله انه ما ادري شلون كوره تطلع عندي تدخل الجو الارض ما ادري. لا 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 نو جحفري نو. لك تك تك واحد هو. اوكي بصوا هذا يا اسطوره. والله اسطوره تبيك الحما. ثاني وحش ما عندي. يا اخي بطل والله بطل.
الله يسلمك. ما راضين نطلع. يا اخي ايش رايك في الاستاذ؟ والله يقولون الحركات دي في شر الحريمي ما ادري وش. اذا غضب اذا غضب اذا ما ادري قال لي مد لا تقدر كفو. ايوه كلوز كلوز لك هذا حلو. دايما طقطقه رايب كومنت شير لا كمل مسكين نطيت قبل ما ارقى جدار ما يمدي اقطع من الحظ انشبت فيه الكوره يا لا يجي من الثالث والله لو انه شارب جمجم قبل شوي يقول لك تجيب فون ثاني ذا الحين بيجيب فون ثالث خش 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 مصالح انا في الباب ما عليك از از والله لصق وجهي في الجدار والله اني مدبلكس قبل ما يصدمني كلب قال لكم لا يجيبوا الثالث لا لا نجيب الرابع عشان نجيب الرابع الحين بيجيبوا الرابع اقول لا نجيب الرابع عشان نجيب النوع هلا هلا راح 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 زهلو سلم دب اي بشربة رقيت سيارة شوي زيادة اعتبرها دبل ما نزلت انا قال لي نجيب الرابع جبنا هذا قلت شغلني خالد اي والله صدق جون لا وحش لا تل ماي واتش نعم في ضحكة ضحكة الثقة ما جلاها وات طعم الحظ مخيس ايوه العم كلنا خالد مرة ها بيدي سحبت الاثنين انت ايش سويت خذ صدق شدت بعد لا لا تتحط اي صار مرتبعت فوق اي مرتبعت فوق ولا والله ما يبوس خالد اوكي انا في الباب انا عصبيت انا على احد كنسل جول يا حكم فهمت انت سايد اوف سايد عصبيت على احد اي انا سبت انا على احد ها ها فله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك كوميديا الحين تضحك فهمت الحين شفت كيف اني كوميديا ما شاء الله عليك والله كوميديا على مستوى شفت انه بنبلع يقول الشاعر القم يا ملقوم وهدئ من روعك يا مرعوم وتعلم كيف تسوي العلوم ياو تطلع يا بوس تطلع تطلع يهج لا كفو وفانك سطورة لا برا 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 والله طلعت اقسم بالله اني طلعت والله العظيم والله طلعت سواليف والله نطيت معها من الكرسي الله اخذها هيه والله طلعت كذا ارجع ارجع معي عاوز بوست كذا ما صار فيه ما اخذت البوست كذا من حاله يا ليل اللق ناس لا ما هي الضحكة هاي ضحكة اللي غصب جول انا عاوز جملة مفيدة عاوز بوست اتصل على جول وتسيف بس مع كل سماجي دي جول خلنا نسيمت شيم قاموا يخبصون كانت سمجنا والله فينا بلا عيال ما تغلط ما تغلط شو اسمه شو اسمه عشان مره ما انا غلطان هدف سلو غصب لازم نجيب هدف ان شاء الله هو اصله طالما هه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 ه
شباب لازم نجيب هدف. خلني انا ايوه لاق